طب قولي مين الفنان اللي ناجح وانت بس ما بتحبش اغانيه؟ هو ناجح ومكسر الدنيا بس انت ما بتحبوش. لا مفيش خالص. يمكن لا يعني حتى المهرجانات بحب فيها حاجات. تحب يعني المهرجانات؟ بحب فيها حاجات طبعا. لا مش بغني مهرجانات يعني مش عارف. لا بس بتقعد ساعات كده في البيت مثلا يجي على بالك اغنيه؟ لا بشغل حاجات، في حاجات كتير بشغلها. طب بس انت غنيت في فيلم الماء والخضره والوجه الحسن. ما كانش مهرجان، كانت شعبي. كان شعبي. بس لون غيرك يعني. بالظبط. يعني حتى كنا عاملين اغنيه قبل كده كانت عجباني قوي قوي قوي، كانت اكتر حاجه عجباني. طب انت ما بتفكرش تعمل اغنيه فعلا كده شعبي مثلا؟ عندي او مهرجانات. عندي صبح صباح تقريبا شعبي شويه، فيها يعني. بس برضو يعني مش شعبي قوي. مش هقدر برضو، مش هقدر اروح الناحيه الثانيه تماما في حاجه اوريجينال بتاعتي. ممكن اغني مهرجان عادي في فيلم او في مسلسل. لكن تخاف تعمله؟ مش اخاف اعمله، مش هعرف، مش بتاعتي. بس يعني ما اقدرش اغني بصوتي مهرجان. انا ليه سالتك كده؟ لان انت قلت لي انا بحب اعمل كاركترز مختلفه عني في التمثيل. بالظبط. فقلت ممكن تبقى انت جريء برضه في الغنى، ممكن تغني كده جداً. انواع تانية. لا وفي مثلا انا عملت في مسلسل كانه امبارح مشهد انه ولد كان بيغني وبتاع وفاشل جدا، هو صوته اصلا عادي يعني، صوته عادي جدا، وهو من كتر ما هو كان مبهدل ومهلهل كده في نفسه ما كانوش بيدخلوه من بره اصلا، من عند الامن لما بيروح في مسابقات غنى. فغنيت الدمعة صعبة بس برضو الضحكة صعبة، وأنا لما بضحك صدقوني بجدي بتعب، ويا دوب ثواني وترجع الأحزان تاخدني، طبع الحادة ولا أنا اللي شربت مقلب. أعرف أغني كده؟ حلو قوي. هعرف أغني كده بس مش هعرف أغني بصوتي. هعرف اقول بس حلو قوي اللي انت عامله ده، حلو لذيذ. بس لذيذ بكاركتر معين. لذيذ بصوت كاركتر معين، بس مش هعرف اعمل كده بصوتي. صوتي مش هيليق على الحاجات دي يعني، لو قعدت اظبطها كده مش تظبط، شكلها مش لايق. طب انا هسالك بقى اسئله سريعه كده ورا بعض. انت مع الرقابه ولا ضد الرقابه؟ مع الرقابه طبعا. مع الرقابه على كل حاجه. مع الرقابه المظبوطه يعني، مع الرقابه الصح يعني. ايه الصح. يعني ايه مظبوطه ويعني ايه صح؟ يعني في حاجات لازم لها رقابة، لأنه ما ينفعش أي حاجة تبقى بتدخل أي بيت. لازم كل حاجة يبقى ليها تصنيف عمري. أنا مع التصنيف العمري يعني بمعنى أصح أكتر من الرقابة، لأنه بيبقى في أطفال في البيوت. الأطفال دي المفروض في السن ده ما ينفعش تعرف حاجة زي كده، والمفروض لما تبقى عندها 12 سنة مثلا أو 16 سنة يعرفوا الحاجة اللي بتقول الكلام ده. فأنا مع التصنيف العمري في أي حاجة، بس يعني ما عنديش مشكله ان اي حد يقول رايه، لانه هو ده الفن، انه كل واحد يقول، يبقى عنده حريه في ارائه وحريه في اللي هو بيقوله، بس يبقى المستقبل على الوعي الكافي ان هو يعرف يستقبل المعلومه دي. ايه حدود حريه المراه عند شارنوبي؟ لا انا شايف ان المراه حره تماما تماما. حره بمعنى يعني ان هي تلبس اللي تلبسه وتعمل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لك؟ انا اخترت ست معينه باخلاق معينه، بطريقة تفكير معين. أنا راضي بطريقة تفكيرها، وراضي بأخلاقها، وراضي بيها ككل. فإحنا خلاص، إحنا اتفقنا إن أنتي عاملة كده. أنا مش هاجي بعد شوية وأقول لها لا أنتي مش عاملة كده، أو أنتي مش هينفع تلبسي كده، وأنتي مش هينفع تروحي مش عارف فين، وأنتي مش هينفع تروحي مش عارف فين. يعني بتبدلها حريتها تماما. بدلها حريتها لأن أنا اخترت صح. يعني أنا طالما اخترت صح فخلاص أنتي حرة تماما. طيب. لانه لو في اي قيد بيخلي العلاقه ما فيهاش ثقه، انا واثق فيها وعارفها كويس وانا عارف ان انا اخترت صح، فلا انت حره تماما. ايه اكتر حاجه بتزعلك منها؟ لا حاجه تافهه قوي. ايه بقى؟ ان انا ساعات لما ببقى متضايق من يعني بنبقى قاعدين بنتكلم مع بعض مثلا في حاجه، ويبقى في حاجه انا معاند فيها شويه، فبتفضل تقول لي لا شرنوبي كذا صح كذا صح، والنبي اعمل كذا اعمل كذا. فانا ببقى ساعتها قاعد بفكر دلوقتي، فمش قادر على بريشر. تضغط عليك؟ لا يعني حاجه عبيطه. لا يعني زن الستات من الايه؟ لا بس رندا مش زنانه. لا رندا مش زنانه خالص والله، خالص خالص خالص. بس يعني ساعات كده بيبقى فيه اللي هي بس هي لا ألذ واحده في الدنيا و طب يعني انت ممكن جداً. تدي رندا مثلا الباسورد بتاع الموبايل؟
ممكن اديها الباسورد بتاع الموبايل. يعني مش معاها؟ ممكن انت مش مديهولها مش معاها دلوقتي. بس ممكن يعني. يعني ممكن تيجي تقول لها رندا شوفي لي مين على الواتساب كده يعني. اه عادي، وبديها الموبايل تعمل عليه حاجات عادي يعني. ما عنديش مشكله في الحاجات دي. اصل بصي دايما في ثقه ما بين الاثنين، في ثقه كده ما بين الراجل والست. لو الثقه دي اتهزت شويه خلاص العلاقه كلها بتقع. طب يعني انت دلوقتي لو قلت لك تهدي اغنيه لرندا هتهدي لها ايه؟ اهدي لها مغرم مثلا. تغنيها مع الفرقه؟ اغنيها مع الفرقه. يلا يلا بينا. يا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليل. مغرم مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصبري في هوايا دليل. يا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليل. مغرم مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصبري في هوايا دليل. ليل ورا ليل ولا دقت النوم، شوق وغرام لا عتاب ولا لوم. ليل ورا ليل ولا دقت النوم، شوق وغرام لا عتاب ولا لوم. داري أنا داري حيرتي ومراري، وانت ولا داري. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.